ولن بحال اللي كتلاحظوا بان جميع الفرق ديال مكتبات الزنستيك الحديديه تجندت ابتداء من البارحه لاعاده السير الطبيعي في المحور ديال قنيطره الرباط. فبعد ما خدات الفرق المكلفه بالبحث جميع المعطيات وجميع المكونات الضرورية للبحث، فتم الترخيص للمكتب الوطني للسكن الحديدية أننا نشرعوا في الإزاحة ديال العربات، وهو اللي تم في الوقيتة فاش كنتكلم معكم. تم إزاحة جميع العربات، وبالموازاة فاحنا قمنا بأشغال مكثفة لا ديال السكة لا ديال الكتينة على أساس إعادة سكة من ثلاثة سكك اللي كتربط ما بين سلا والقنيطرة، على أساس إن شاء الله أن في بعض دقائق من الآن إن شاء الله، ولا أكبر تقدير من دابا واحد نص ساعة غادي يتم نرجعوا السير الجزئي في هذا السير الجزئي السكاكي في هذا المحور ديال القنيطرة سلا، وبالتالي فغادي يتم تكون هناك سير القطارات على المحور ديال الدار البيضاء طنجة، وكذلك ديال المحور طنجة فاس، وكذلك جزء من القطارات المكوكية ما بين الرباط وقنيطرة. المكتب الوطني للسكك الحديدية في إطار لا ريسبونسابيلتي سيفيل، المسؤولية المدنية، فعندنا الشركه ديال التامين اللي عندنا عقده معاها واللي حضروا البارح في عين المكان، واللي عاد تكلمت هذا الصباح مع المسؤول ديالها، واللي بطبيعه الحال سيتم تعويض جميع الضحايا لا الوفيات ولا اللي تصابوا بجروح. فهذه المساله هي مساله لا غبار عليها، نتحملوا المسؤوليه من ناحيه ديال التامين، والمكتب الوطني للسكن الحديديه من ناحيه ديال المسؤوليه المدنيه هو عنده عقده مع شركه التامين اللي غتحمل المسؤوليه ديالها وغتعوض جميع الضحايا.